بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله يومكم بكل خير. أخباركم يا رب طيبات. اللهم ارحم والدي وموتى المسلمين جميعا، رب اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم صلي وسلم على سيد الخلق محمد، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. حياكم الله معاي فيديو جديد، وحياكم الله معاي بيوم جديد، مشرفيني ومنوريني بالقناة. اليوم بإذن الله تعالى عندنا مشتريات رائعة، مواعين. اللي تحب المواعين خليكي هنا، بتشوفين ذوقي بالمواعين. أتمنى يا رب أنه الفيديو يعجبكم. أنتم عارفات أنه قاعدة أغير بمطبخي بإذن الله تعالى. الفيديو الجاي بمشيئة الله بتشوفون الورق اللي أنا اخترته، بتعيشون معايا كل التفاصيل بإذن الواحد الأحد. بس قبل ما نبدأ الفيديو، أنا حابة أعرفكم على قناة جدا جميلة، قناة اسمها خياطة مامي، تعلمكم الخياطة من الألف للياء، أشياء يا بنات مرة حلوة، متأكدة راح تحبونها بالقناة. بخلي لكم رابط قناتها في صندوق الوصف وأول كومنت مثبت للي حابة تصير يعني خياطة محترفة. قبل ما نبدأ الفيديو كذا، جيبي حاجة علشان تشربينها ويلا معايا نشوف فيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حابة أشكر أم سارونا الغالية على استضافتها ليا في قناتها، وبستغل الفرصة ديت وبعرفكم بنفسي. أنا سارة، أم وربة بيت، تعلمت الخياطة من اليوتيوب بدون كورسات، وأتقنتها حتى برعت فيها. فتحت المشغل الخاص بيا ودخلت دخل ليا والأولادي من خلال إن أنا اتعلمت الخياطة من البيت وفتحت المشغل في البيت. علشان كده حبيت أنقول لكم تجربتي بفيديوهات تعليمية عن الخياطة وعن المشاريع الخياطة، وإزاي تبدأي تتعلمي من اليوتيوب، وإزاي تبدأي تفتحي مشروعك الخاص من خلال قناتي خياطة مامي سيونكي تايم. بتشرف بكم تشتركوا عندي وتفعلوا زر الجرس وتشيروا القناة عشان توصل لأكبر عدد من الستات اللي محتاجين يتعلموا الخياطة أو يبدأوا مشاريعهم من البيت، لعل وعسى تكوني سبب في إن واحدة تتعلم الخياطة أو تفتح مشروعها الخاص بيها وتدخل دخل ليها والأولادها. بشكركم مرة تانية وبشكر أم سارة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأترككم في رعاية الله وحده. هنا خذيت هذا الطبق بخمس ريالات، حسيت إني أحتاجه. تمام، بلاستيك طبعا. هو هذه الأطباق دايما أحتاجيها، غسيل الخضرة، نقع الرز، أشياء كثيرة. خامتها صراحة حلوة، سعرها يا بنات 5 ريالات بس. شوفوا، خلاص أنا استغنيت عن كل اللي عندي، حسيت معاملات الكركبة بالدرج، فخذيت هذا الطقم واحد بس ويكفيني. شوفوا 3 قطع، والبلاستيك حقه يا بنات بالمرة حلو، بالمرة جميل البلاستيك. تشوفون بالمرة يا بنات حلوة الخامة. تمام، برضو خذيت هنا، شوفوا خذيت هنا، هذه بخمسة يا بنات، صينية فرن. هذا المقاس ما هو عندي، هذا المقاس ما هو عندي ابدا ابدا، فحبيته. يعني مثلا بيوم من الايام ابى اسوي صينية على الفطور، حاجة صينية مكرونة بالبشاميل على قدنا مع صحون شوربة عدس، بالمرة حسيتها حلوة، فانا كل الصواني اللي عندي صراحة اكبر فحبيتها. سعرها يا بنات 5 ريالات. هذا المحل اللي قاعدة اوريكم منه مسكاكة، يعني اسم المحل خط الباسم. خذيت هنا طقم للاكل كامل، هو هذا ولا لا؟ شوف، لا لا، خذيت هنا صحون علشان السلطة، خذيت صحنين مرة حلوات. شوفوا الواحد بخمسة يا بنات، مرة جميلات، حابة اسوي فيها سلطة، حابة احط فيها اي شيء، بالمرة حبيتهم. خذيت 2 بس، شايفات بالمرة حلوات وجميلات. خذيت بس صحنين هالمرة، خذيت حرفيا اللي على قد احتياجي يا بنات. الخامة بطلة، شوفوا الخامة من جد فنانة، شايفين السمك، بالمرة حبيتها. 5 يا بنات، وهذا المحل لسه انا بمحل. هذا الطقم خذيته علشان السفره، خذيت طقم كامل بس لي وساره وابو ساره فقط، 3 صحون 3 صحون. طقم الضيوف مخبيته عندي تحت الى الطيف، بس قلت اغير من نفسيه عائلتي. شوفوا خذيت هذا الشكل اسود. تمام، الحين اوريكم البقيه اللي خذيتهم. خذيت 3 صحون مثلا، ابغى اسوي فاصوليا ورز، ابغى اسوي ادام ورز، خلاص. فهذول عبارة عن ايش؟ عبارة عن 3 صحون، الصحن الواحد يا بنات 5 ريالات. بوريكم الحين الطقم كامل اللي ركبته عليه. شوفوا هذا الطقم اللي ركبته عليه، ما لقيت نفس الشكل، كان هذا هو اقرب شكل صراحة عنده، فاضطريت انه اخذه. خلوني اوريكم اياه، بس حبيت شكله ريفي وحلو. شوفوا هذا الصحن، ايش رايكم؟ بالمرة حبيت، والصحن ب5 ريالات يا بنات، بالمرة جميل، مع بعض تحطينهم على السفرة. شوفوا بالمرة يا بنات جميلات وحلوة. طبعا هم مو طاقم مع بعض، بس ما لقيت إلا هذا الشكل أسود، حبيته.
شايفات المرة حلو، كل الصحون اللي عندي اللي صحن صحنين صحن صحنين، اوقات احط على السفرة مثلا صحنين من هنا وصحن مختلف كله شلته. جبت لي كم طقم بس خفيفات كذا من ابو خمسة، قلت يغيرون نفس عائلتي. هذا كمان خذيت منه طقم كبير. هنا هذا الصحن بالمرة حلو كمان، حابة تحبينه مثلا ابغى اعبيه مخلل بندورة، احط فيه بصل اخضر، احط فيه خس، بالمرة حلو. وطقم معاهم كمان مش نفس الرسمة، بس حبيت انهم كذا ستايل حلو ويجون كلهم مع بعض. المرة يا بنات حبيتها برضو. خذيت نفس يعني الشكل صحنين كبار، هذا عليه صحن كبير مثلا حابة اقطع فيه بطيخ، حابة اقطع فيه شمام على الغداء. وهذا الصحن الثاني مثلا حاطة احب مثلا احط فيه ارغفة الخبز اي حاجة. شوفوا يا بنات جمال الطقم بخمس ريالات بس، كل قطعة بخمسة، هذا يعتبر 10 20 30 40 كله بخمسة واربعين ريال بس، بالمرة ريفي وحلو على السفرة. قلت لكم شلت كل الصحون اللي ما احتاجها وديناها للجمعية الخيرية خلاص، والباقي يا بنات جبت منه انا اطقم منها اغير نفسية عائلتي على الشتاء، بالمرة حلو مع المطبخ، حبيته بالحيل. شوفوا اوقات وخامتهم والله حلوة، بتقولي لي حاجة رديئة او حاجة سيئة، ابدا والله حاجة فنانة بطلة. وعلى فكرة أنا كان عندي صحن من هذولا ترى دخل معاي جلاية الأطباق اللي يذكرونهم الصغيرات، خلوني أوريكم إياهم اثنينهم. ويا بنات هذا هو، ودخل جلاية الأطباق إلى أنداخ، حبيته بالحيل وجبت منه يعني طقم كامل حلو كمان للعشاء اللي أنتي حابة، بالمرة جميل وأنيق. وبس هذا الطقم الأول اللي خذيته. طبعا نسيت أوريكم حاجة معاه، خذيت معاه أكواب لو حبيت أسوي لبن عصير. شوفوا خذيت معاه الأكواب هذولا بعرض خاص، كانوا عاملينه بخمس حبات يا بنات بخمس ريالات. شوفوا بالمرة حلوات، شوفوا خمس ريالات فقط مكتوب عليها درينك، مرة أنيقات مع الطقم. إذا وصلتي للنقطة هذه قولوا لي يا أم سارة حبينا الطقم، بالمرة جميل وأنيق حلو يعني وبخمس ريالات يعني تمام. هذا الطقم الأول اللي خذيته، خلوني أوريك الطقم هذا كمان حبيته. شوفوا أبيض على الأطراف ذهبي، عندي منه صحنين كبار فقلت خليني اكمل الطقم احسن ما اشري جديد، خلاص يعني يطلع معي الطقم كامل. عندي صحنين اثنين كبار وعندي واحد صغير فقلت يطلع الطقم كامل. شوفوا ابيض تحسونه مات مطفي والاطراف ذهبيه مره انيق. خذيت معاه كمان صحون غرف اللي هي صحون يعني اذا ملوخيه اي حاجه انت حابه تسوينها حبيتها. شوفوا المره كمان انيقات وحلوات، شايفين الجمال؟ اتوقع ما في جمال احسن من كذا. شوفوا الاناقة، شوفوا على السفرة بعد بالمرة جميلات وانيقات. تحطين مثلا معها مفارش اكل حمرة كاروهات بتطلع مرة فنانة، باقة ورد حمرة، شمعتين كذا بيطلع حلو. الصحن الواحد يا بنات بخمسة. انا لسه في محل خط الباسم ترى ما طلعت. جينا هنا المحل ايش؟ جيت المحل كاسر الاسعار، تمام؟ كاسر الاسعار بسكاكة عارفينه، عنده اشياء حلوة. من ريال إلى 23 ريال. هنا إيش فيه طيب؟ نطلع هذا، هذا كمان طقم خذيته. شوفوا. هنا طقم الوردي، مرة كمان حبيته شوفوا. بالمرة يا بنات أنيق وجميل، طبعاً ما عليه شيء يعكس، شايفين؟ بالمرة اللون حلو. وصغنون كذا كيوت، والخامة يا بنات تجنن. ما لقيت معاه صحون غرف، تمنيت لو ألقي أسود سادة بس ما لقيت، ما لقيت إلا هذا الوردي. بالمرة كمان حلو من تحت أسود. خلاص من فوق وردي يعني حلو، تحسونه ماشي مع بعض جميل. خذيت من هذا ثلاثة ومن هذا، قلت لكم بس أنا وزوجي وبنتي، الضيوف لهم طقم عندي طبعا، طقمين لهم عندي وخلاص. أنا متع نفسي وعائلتي، ما في داعي أجيب ستة ستة على قدنا يعني تمام. هذا يا بنات من كاسر الأسعار القطعة الواحدة، خذيت هنا كنت يعني أبغى أجيبهم من زمان بس قلت خلوهم لوقتهم. شوفوا الأرضية من تحت رخام تمام، خلوني افكهم لكم. شوفوا بالمرة حبيتهم. طيب ليش هذه يا ام سارة؟ خذيت ثلاث حبات، هذه ابو سارونة والثنتين انا وسارة. شوفوا بالمرة حبيتهم. هذه يا بنات للعشاء ابغى اسوي لهم مثلا سندويشات صامولي، ابغى اسوي لهم بيتزا، اي شيء احط لهم هنا، واحط لهم هنا كوب العصير او احط لهم كوب الشاي اي حاجة، وكل واحد ياخذ طبقه. بالمرة كمان حبيته، هذه حقت ابو سارونة، هذه حقت انا وسارونة تمام. شوفوا حبيتهم كمان انيقات. هذول يا بنات بكم؟
اتوقع هذول ب 11، اتوقع ب 11 بس حلوين، شوفوا جمالهم حلوين صراحه، حلوات مره. كمان للفطور ابى اسوي مثلا سندويشات بيض، ابى اسوي شيء واحط لهم كوب الحليب هنا بكره على الشتاء ان شاء الله. بالمره حبيت الفكره يعني، خذيت 3 حبات تمام. الحبه يا بنات ب 11 ريال حلو. اذا استفدتم الافكار هذه قولوا يا ساره عجبتنا الافكار، بنلطش انت ان هذا الصحون 3 حبات، فقلت يلا يا مسارونه كمليهم للاربعه. انا كان عندي شكل الكرزه وفي عندي شكل ثاني عليه فراوله، وبرضه خذيت الشكل الاصفر. حلوات على السفره بالمره حلوات يا بنات، شوفوا تحطون فيها مخلل، تحطون فيها كاتشب، مايونيز، بالمره انيقه. هذه يا بنات ب5 ريالات، سعرها بس ب5، وخامتها صراحة بطلة. اللي متابعتني عن قرب بالانستغرام شافوهم معي يعني، فخذيت هذه قطعة رابعة، يصيرون 4 يعني. خذيت طقم كامل تمام، هذا طقم كامل برضو انا ركبته على بعض صراحة، كل قطعة كانت في وادي. شوفوا اول شيء خذيت هذه الزبادي بالمرة حبيت لانها رصاصي خفاف، بالمرة انيقات يا بنات، فاصوليا، ملوخية، ايدان. خذيت معاهم صحن كبير اللي هو هذا من ورا رصاصي، زي هذا رصاصي من فوق ابيض، حابه اقطع فيه بطيخ، احط فيه خضار، بالمره حلو. طبعا اللي متابعاتني بالانستغرام باليوتيوب يدروني ماني مشرايه مواعين كثير، انا قليل يا بنات اشتري مواعين، قليل اشتري مواعين، اشتري كوب، اشتري مثلا ملعقه، بس مواعين لا، انا مقلب شراء المواعين. بس هالمره بما اني جربت يعني قلت يلا. خذيت كمان الصحون هذه، شوفوا بالمره حلوه انيقه كمان، شايفات هنا عادل الرز. مرحبا، يلا قولي لهم مرحبا. مرحبا. شايفات يا بنات المرة حلوات، عليها غزلان. ما لقيت كبير يعني، ما لقيت صحن الغرب كبير، بس حبيت المكس مع بعض. كان في ألوان كثيرة عندهم، أخضر، تركواز، حبيت الرصاصي، حسيته مرة أنيق معاه يعني. إيش رأيكم أنفع منسقة في فندق؟ ما أدري حسيته فخم وريفي كذا، حتى شوف فوق بعض كذا بالمرة حلو، بالمرة جميل حسيته. والالوان اللي اخترتها شوفوا الوان اول مره اجيبها لبيتي، رصاصي قليل اجيبه بالعاده من مواعيني، بنيات، خشبيات، هالمره طلعت الالوان ثانيه يعني اغير نفسيتهم شوي. وهذا الصحن الكبير البطيخ ومال البطيخ والاشياء هذه، هذا الطقم رصاصي. هذه الصينيه كمان حبيتها، شايفين مره جميله حلوه، مكرونه اي حاجه، بالمره حبيت شكلها. سعرها يا بنات 11 ريال من كاسر الاسعار، حلوه كمان. وبرضه خذيت اكواب، الاكواب اللي عندي الكبيره كلها طلعتها، تخيلوا الاكواب بالرقبه الطويله، الاكواب المنفوخه، خليت بس الاكواب الرقيقه، لاني لما اجي على السفره اعبي اضطر انه امل الكوب، لانه عيب اخلي الكوب للنص فما يشربونه، فجبت كوب صغير خلاص اشربوه وخلصنا. شوفوا مره ناعمات وحلوات، شايفات المره جميلات. خذيت 4 حبات فقط الكرتون، بس ما كثرت لانه الضيوف لهم طقم كامل عندي زي ما قلت لكم، فخلاص هذول 4 حبات وشكرا. اما الكبير كله طلعته، حبيتهم، بسعرهم يا بنات 5 ريال. المحل هذا زاوية الوسام تمام، هذا زاوية الوسام اللي على الاقليم. شوفوا جبت صحون الفطور، الحين اوريكم ليش جبت طقم كامل للفطور. شوفوا خذيت هذول الصحون الصغنونات، حلوات بالحير، رصاصي وابيض، هذا ب5 ريالات، كل هذه ب5. لو انا مثلا حابه اسوي زي احد اعبي زيتون، اعبي عبي مثلا جبنة، عبي لبنة، بالمرة حلوة، تغيير عن الصينية اللي عندي البيضة. شوفوا بالمرة يا بنات جميلة وحلوة، وحجم الصحن حلو. خلاص خذيت منها 6 صحون، اللفة الوحدة ب5. شوفوا الشكل، اللون الثاني خذيت غيرت، هذا رصاصي وهذا بيج. خلوني اوريكم اياه برضو، احنا اوريكم الصحون. انا خذيت معاهم صحون للفطور كمان، مرة فنانات. شوفوا يا بنات مرة حلوات على الصينية، بيج ورصاصي بس نفس الحجم. طيب خذيت معاهم 2، شوفوا خذيت صينيتين وبنفس الوقت صحنين، بس يا بنات فنانات ب5 ريالات بس، ينفعون للفرن. خلوني اجيبهم، شوفوا لي جمال الصحون هذه وقولوا لي رايكم. مو بس جمال، جمال جمال حرفيا، حيل حبيتهم الفطور. شوفوا هي صواني فرن وبنفس الوقت صحون، شوفوا يا بنات جمالهم، شوفوا ب5 ريالات بس، شوفوا الجمال. خقيت معاهم ملك، حاطين بيض، كاتبين ملك هنا، وحاطين بيض حليب يعني وبيض وبصل،
شايفين الجمال؟ يدخلون البنات يا بنات الفرن عادي، حابة أسوي فيها صينية الصبح على الفطور، حابة أسوي فيها حاجة، خذيت ثنتين وبنفس الوقت صحون، حابة أسوي فول، حابة أسوي بيض فيهم، بالمرة جميلات وحبيتهم. أنا أحب أسوي بالصحون هذه، مثلا أنا بسوي اللحسة اللي هي اليمنية، بالمرة تطلع حلوة. شوفوا الطقم، شايفات؟ شوفوا هذا الطقم كذا وهذا كذا، على السفرة تحطينهم وتحطين معاهم الصحون الرصاصية والبيض. ايش رايكم؟ حسيتهم راح يطلعون مرة فنانات على الفطور مع اكواب بيضة للحليب او الشاي او بنية، حتى يطلع قمة قمة بالروعة. بعد تحطين شمعة مثلا على العشاء، تبغين تسوين عشاء حواضر، تحطين مفرش كاروهات احمر، باقة ورد كذا على جنب، مثلا باقة ورد بنفسجية، يطلع فنان فنان. هذول يا بنات من كاسر الاسعار، مو كاسر الاسعار، شو اسمه؟ زاوية الوسام اللي بسكاكة. خلونا نجيب اللي بعد كذا. خذيت هذول المعطرين اللي جربتهم وتقولي رايها فيهم. انا خقيت مع الروايح يا بنات، طبعا سعر الواحد 21 ريال، معطر جو مفارش. طبعا بنات كاتبين انهم عضويات، كاتبين انهم عضوي، اسمه اوسو، ما ادري ايش الصناعة، خلوني اشوف، اتوقع سعودية. ايه صناعة سعودية يا بنات هذولا. شوفي ايش كاتبين عليهم، صديق للبيئة، تقنية جديدة، خالي من الكحول، ماني شايفة، تركيبة سحرية. بس أنا خقيت مع الروايح، قلت إيش الروايح هذه يا أم سارونة؟ خقيت من جد مع الريحة، إيش هذا؟ بنات فنان، فنان الريحة فنانة. خذيت حبتين تمام للتغيير، بالمرة الريحة فنانة للمفارش الجو. خذيت خطير 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 يا بنات، والله مو إعلان. اول ما تدخلون زاوية الوسام يجيكم على اليسار عند السبيع بالضبط، حطتهم ريحة فنادق. خذيت اللي بالاوزون واللي بزهرة الاوركيد، ريحة فنادق حرفية، في حجم اكبر تمام، بس انا خذيت الصغنونات. شوفوا هذه الاكواب كنت ماخذتها من القصيم تمام، هذه جزء من المشتريات اللي انحذف في الفيديو اللي فات، بوريكم اياها دحين، بوريكم اياها بالغصب. شوفوا هذا كنت ماخذه 4 حبات اكواب للعصير، حلوه للاطفال، بس يا بنات ما كنا. شوفوا بالمره يا بنات قويه خامتها وحلوه، تعبين للطفل عصير وما يجي معه المزاز حقه، بالمره حبيتهم يا بنات. هذول شفتهم تراي بسكاكه عند زاويه الوسام، شفتهم موجودات هناك، مو زاويه الوسام عفوا، زمن التوفير، شفتهم عند زمن التوفير نفس الاكواب هذه، 5 ريالات 4 اكواب 5 ريالات تمام. طيب ايش جبتي يا ام سارونا؟ شوفوا هذا من الاشياء اللي ما وريتكم اياها بالفيديو اللي فات. ربي يلا قبل ما افتحه اكتبوا لي بالتعليقات ايش هذا. ابغى اشوف الشطورات متابعاتي الحلوات اللي متابعاتني كويس بذمه، يعني ايش هذا؟ شوفوا هذا خذيته علشان الطاوله، مفرش للطاوله، لانكم عارفات انه انا ما احب احط اغراض الشاي والسكر على الطاوله عشان رخامتي ما تتجرح. فشوفوا هذا من الاشياء اللي خذيتها من القصيم، بالمرة حبيته، بنفشه باذن الله تعالى بالشتاء، طبعا هو ضد المي وما ينقطع بسهوله، تحسونه كانه نايلو، بس بالمرة حلو. اهم شيء الانواع هذه رشي تحتها مي، رشه صغنونه علشان ايش؟ علشان ما يتحرك، وما يتحرك اصلا، بس يعني للضمان. خذيت 2 من هذا، وخذيت كمان لون ثاني ابيض، كمان خذيت حبتين، بالمرة كمان حبيته، شايفين؟ والله مجهز لكم ديكورات فنانه للمطبخ. طبعا انتم عارفين، انتم انا واقفه كذا تراي مجلده المطبخ، قاضيه الجدران، انا حاطه عليها ورق جدران، خلصت يعني، بس الفيديو قاعد يتصور، بس الجزئيه هذه هنا في درج يبغى يتركب، عشان كذا ما عليه ورق تمام. طيب ايش خذيت؟ هذا كمان من الاشياء اللي خذيتها يوم كنت بالقصيم، اوريكم اياه، انا حالفه اني غير اوريكم. شوفوا ايش رايكم بالكوب؟ قولوا لي ايش رايكم. طبعا الكوب شفاف، بس يا بنات عليه غطا من فوق، انا وقعت في غرام الكوب، واللون تحفه تحفه تحفه، شايفين؟ ايش رايكم؟ خيالي خيالي. هذا كان ب5 ريالات فقط، حبيته. وبرضه خذيت طبق من زوايا المنزل، هذا كمان من المشتريات اللي فاتت ما وريتكم اياه، كان سعره يا بنات 20 ريال، مره حبيته. هذا مش صدى، هذا ديكور عشان يعطيك ديكور الفنتج، الأشياء القديمة هذه المعتقة، بالمرة حلو، حبيته للطاولة بالشتاء طبعا، أحط عليه ليمون، أحط عليه رمان، أحسه بيطلع فنان، شايفين؟ حابة تحطين عليه بيض، طبعا البيض يقعد برا الثلاجة بالشتاء عادي، حابة تحطين عليه تفاح بنص الطاولة، تغسلينه وتحطينه،
بيطلع مرة حلو. معدن المرة حبيته، بالمرة جميل، شايفين؟ بالمرة أنيق. هذه التمرية علشان زوجي، تغيير يعني. شوفوا حجمها كبير كويس، سعرها يا بنات 23 ريال، تحسونها أكريليك يعني، بس المرة أنيقة شفافة. شوفوا المرة حلوة، مرة حلوة للتمر، المرة أنيقة للتمر، بسكوت أي حاجة. وهذا هذا الغطا حقها كذا تصير، وعليها من فوق نجمة. بنفرش هذا بإذن الله تعالى كله بفرش مواعين المطبخ إن شاء الله، كذا يطلع شكلها بالأخير. هذا شكلها اللي فوق، أنا خذيت المرة حلوة، سعرها 23 بإذن الله تعالى. بنفرشهم مع بعض بمشيئة الواحد والأحد. طيب شوفوا، خذيت كمان سلال. السلال هذه جبتها علشان الفواكه والخضرة، تمام؟ الحين أوريكم إياها. شوفوا خذيت هذه السلال، أبغى أجربها. حلو؟ خذيت حبتين بس. الحلو فيها إيش؟ الحلو فيها أنها مقسمة من داخل، معها غطا. جبتها علشان الجزر صراحة، وعلشان الخيار، هم أكثر شيء يخربون عندي، عمرهم قصير سبحان الله، أكثر من الورقيات حتى. فجبت هذولا مرة كبيرات على فكرة، 23، الخامة أكريليك، الخامة بطلة، بهم من هنا تنفتح يعني، شايفين؟ بالمرة آمنة وماكنة صراحة. وشوفوا من داخل، تحطون هنا الخيار، تحطون الجزر. المرة حبيتها، أبغى أجربها وأقولكم، وفيكم تشلونها إذا أنتم حابين بدون يعني، تصير حافظة عادية. بس الحجم يا بنات فنان فنان، شايفات؟ خذيت منها حبتين، هذه حبة وهذه حبة. بإذن الله تعالى بالروتينات راح يطلعون معي، روتينات مقاضي الشهر وتنظيم الترتيب، لما نجيب المقاضي نرتب مع بعض، بتشوفون معي وبنشوفهم حلوات ولا لا. وذا حلوات بقول لكم يا بنات خذوهم، انا ما اخذتهم من محل زاوية الوسام اللي على الاقليمي، تمام؟ طيب الحين شوفوا، خلصنا كذا خلاص من المواعين، بقيت اشياء خفيفة انا جبتها للبنات. شوفوا جبت هنا اول شيء هذا الملمع اللي قلت لكم عليه، فنان 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 فنان، طلع لكم فقرة على الماشي بالمرة يا بنات حلو، اسمه اير جوي، بالمرة يجنن، بالمرة يجنن. خذوا اللي بالليمون، سعره 5 ريالات، تمام؟ كمان لقيت بلج، انا بالعادة اجيب اير جوي، بس بلج جبت اوريكم اياه يعني، عندهم يبيعونه يا بنات كمان ب5 ريالات، هذا محل زاوية الوسام. كمان جبت هذا الصندوق، بتستغربون، شوفوا الصندوق يا بنات ايش رايكم فيه؟ يمكن البعض يقول ايش هذا مو كويس، لكن تخيلوا بحط جوا هذا السمك، ايش رايكم؟ مرة حسيته حلو. بحط هذا، تمام؟ وبس، ما راح احط له اي شجر ولا اي حاجة، لحاله بالزاوية كذا بيطلع خرافي، بغسله وبحطه. سعره يا بنات 23 ريال، تمام؟ طيب كمان خذيت هنا، شوفوا خذيت هذه المناديل اللي هي هذه المناديل، ايش فائدتها؟ تبغين تغسلين غسيل وخايفه ان الملابس تحل على بعض، مثلا انت حاطه قطع حمراء جديده وما تدرين هل هي تخرب الملابس مثلا الملونه ولا لا، ترمين معاهم منديل واضمن لك انه المناديل ما تصبغ، الملابس ما تصبغ على بعض. افك لكم اياها تشوفون شكلها. تباع كمان عند جولي شيك، اللي عند جولي شيك بطله، نفسها يا بنات، نفس حتى الحجم، الحين تنفتح اثنين وتصير قطعه طويله، شوفوا نفسها نفس الحجم. هذه يا بنات ب5 ريالات برضه من زاويه الوسام، ما راح اجربها لانها حلوه، خذوها يا بنات، ما راح تستغنون عنها مع الملابس. اوقات اطلعها مثلا القى حاجه سوداء انا ناسيتها، القى حاجه حمراء انا ناسيتها. خذيت هذه السله، المره حبيتها، سعرها 23، خلاص حلوه تحت المجله، او ابغى احط فيها ماني عارفه الى الحين، ممكن احط فيها الرولات، ايش مثلا القصدير النايلو، المره حبيتها فيها، اوقفهم توقيف كذا، شوفوا من داخل قماش، المرة أنيقة وحلوة. خذيت لون بني علشان يمشي مع مطبخي بيش، تعرفون يحب الألوان هذه، فحلو أحط فيها رول القصدير، أحط فيها رول النايلو، وأنا أحطها تحت المجلة، بالمرة حبيتها، المرة أنيقة وحلوة وعملية، وتراها من تحت خوص. طيب إيش خذيت يا أم صارونا؟ آخر حاجتين خذيتهم، شوفوا خذيت هذول الأصايص، فيهم شموع، بالمرة حلوات للشتاء، شوفوا على السفرة وانتم تاكلون بعد تولعونهم، فضيعات. انا لازم احد يفك لي الاكياس لاني ما احب افك. شوفوا ايش رايكم؟ مرة كيوتات، شوفوا المرة حلوات 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 من قلب، كأنه اصيص بس من داخل شمعة، هين حبيتهم، المرة جميلات هذول يا بنات، ما لهم ريحة، ب5 ريالات. هذول خذيتهم من وين؟ خذيتهم من كاسر الأسعار. آخر حاجة خذيتها هنا، خذيت
خذيت هذه التعليقة. أنا أحب هذه المنظمات صراحة، تنظم معي المطبخ. بتشوفون معي بإذن الواحد الأحد إيش راح أستهلكها، بتشوفون معي إن شاء الله كيف ننظم فيها يعني. فبالمرة حبيتها تتعلق تعليق بالدرج كذا، تدخلونها بالدرج وتتعلق، حطوا فيها اللي أنتم حابين. بس والله هذه المشتريات اللي خذيتها المطبخي. الفيديو الجاي عاد خلاص، وريتكم المواعين ووريتكم الأشياء اللي جبتها والدلع خلصنا منه. الفيديو الجاي إن شاء الله بتشوفون الورق بمشيئة الواحد الأحد، والفيديو اللي بعده بإذن الله تعالى نبغى نركب الورق. الفيديو الجاي راح نشيل الورق القديم ونركب الورق الجديد، وأعلمكم من وين وأوريكم كل التفاصيل. والفيديو اللي بعده إن شاء الله نركب الورق خلاص، نبدأ على نركب الديكورات الأخيرة للمطبخ، وبعدين عاد أوريكم إياه بالشكل النهائي. خليكم قريبات لأن الفيديوهات الجاية مرة حلوة، وبرضه كمان سريري الحمد لله يوصى. أنا قاعدة منتج الفيديو لكم يوم الجمعة، قاعدة أصوره يوم الجمعة، فبإذن الله تعالى راح السرير يوصل إن شاء الله يوم الاثنين بمشيئة الواحد الأحد. خليكم قريبات. إذا حبيت الفيديو فضلا لا أمرا لا يستغنون، أكون لك من الشاكرين. وإذا حبيت القناة حياك يلا، واشتركي عندي بقناة أم سارة، تكبر عائلتي فيكي، تكثرون صديقاتي وخواتي بالقناة. أشوفكم على خير بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. استودعتكم الله.